أهلا بحضراتكم مرة تانية، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي نتائج الأسبوع اللي فات. نادي الأهلي الأسبوع اللي فات كان فيه مباريات كتير، هنستعرض دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة كل النتائج الفرق داخل القطاع. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم نتائج فرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. مواليد 2004 طيران والأهلي، وفوز كبير للنادي الأهلي 6-0 على الطيران. مواليد 2003 الإسماعيلي والأهلي تعادل إيجابي 1-1. مواليد 2001 فوز الأهلي على سموحة 2-0، وكانت المباراة في اسكندرية في سموحة. مواليد 2000 الأهلي وعين الصيرة، وفوز كبير للنادي الأهلي على عين الصيرة 6-0. مواليد 99 ومباراة قوية، كانت قوية جدا مع طلاع الجيش، وفوز الأهلي 1-0. مواليد 97 برضو كانت مباراة قوية جدا في الفيوم، فوز الأهلي 1-0 على مصر المقصة. نتائج فرق البراعم ومدرسة الكرة بالنادي الأهلي. مواليد 2009 الأهلي والسكة الحديد 4-0 فوز الأهلي. مواليد 2008 الأهلي والنصر فوز كبير للنادي الأهلي 6-0. مواليد 2007 الأهلي والشمس 5-1 فوز الأهلي. مواليد 2006 فوز الأهلي على عرب الحصن 2-1. مواليد 2005 فوز الأهلي 11-0 على شبان المسلمين، نتيجة كبيرة جدا، تألق فرق البراعم مدرسة الكورة داخل قطاع الناشئين من النادي الأهلي. هروح برضو لفقرة ترتيب فرق دوري الجمهورية. مواليد 97 الأهلي في المركز الأول في دوري الشباب، لعب 11 مباراة، فوز في 10، تعادل في مباراة وحيدة، مفيش خسارة، ليه 30 هدف وعليه 7 أهداف في المركز الأول مع كابتن عادل عبد الرحمن المتألق ب 31 نقطة. تأتي مصر مقصة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة. طلاع الجيش في المركز الثالث برصيد 21 نقطة. مركز الرابع حرس الحدود، الخامس بتروجيت، السادس إنبي، السابع بيراميدز، الثامن الإسماعيلي، التاسع الاتحاد. في المركز العاشر وادي دجلة 11 نجوم اف سي، ال 12 المقاولين العرب، 13 الزمالك، الزمالك في المركز ال 13، 14 سموحه، 15 الجونه، 16 انتاج الحربي، مركز 17 الداخليه، وفي المركز الاخير 18 المصري. هنروح لترتيب فرق مواليد 99. الاهلي في المركز الاول في الصداره، لعب 14 مباراه، فوز في 4، تعادل في ماتشين، خساره في ماتشين، ليه 32 هدف وعليه 17 هدف في المركز الاول برصيد 32 نقطه. في المركز الثاني انبي برصيد 28 نقطة، المركز الثالث الاسماعيلي، الرابع المقاولين العرب، الخامس انتاج الحربي، السادس نجوم اف سي، السابع الزمالك، السابع الزمالك، الثامن المصري، التاسع طلاع الجيش. المركز العاشر مصر المقصة، المركز ال 11 سموحة، 12 بيراميدز، 13 الاتحاد، 14 بتروجيت، 15 حرس الحدود، 16 الداخلية، 17 وادي دجلة، وفي المركز الأخير مركز 18 الجونة. هنروح برضو مع حضراتكم مستمرين في ترتيب فرق مواليد 2000. المركز الأول النادي الأهلي، لعب 11 مباراة، فوز في 10 مباريات، تعادل في مباراة وحيدة، مفيش خسارة، ليه 38 هدف عليه 6 أهداف في المركز الأول برصيد 31 نقطة. في المركز الثاني مصر التأمين برصيد 30 نقطة. طلاع الجيش في المركز الثالث، الرابع وادي دجلة، خامس المصرية للاتصالات، السادس السكة الحديد، السابع النصر. هنكمل مع حضراتكم برضو ترتيب فرق مواليد 2000. في المركز الثامن شباب زينهم برصيد 15 نقطة، التاسع سرايا القبة، العاشر مصر القاهري، 11 شباب عين الصيرة، ال 12 الغابة، 13 المعادي واليخت، و 14 المقاولين العرب. مستمرين برضو مع حضراتكم في جدول ترتيب مواليد 2001. 2001 بقيادة الكابتن أحمد سراج، النادي الأهلي في المركز الأول لعب 15 مباراة، فوز في 13 مباراة، تعادل في ماتشين، مفيش خسارة، أقوى خط هجوم برصيد 49 هدف عليه 7 أهداف في المركز الأول برصيد 41 نقطة. طلاع الجيش في المركز الثاني برصيد 36 نقطة. إنبي في المركز الثالث، الرابع المقصة، الخامس الزمالك، السادس حرس الحدود، السابع بتروجيت، الثامن المقاولين العرب، التاسع الاتحاد السكندري، التاسع العاشر سموحة، 11 الإسماعيلي، 12
الانتاج الحربي، 13 نجوم اف سي، 14 المصري، 15 بيراميدز، 16 وادي دجلة، 17 الداخلية، وفي المركز الأخير 18 الجونة. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم مواليد 97، مواليد 99، مواليد 2000، مواليد 2001.